بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة يعني فيديو صغير سريع بسيط، هنتكلم عن تأثير الضوء والموسيقى واللمس، لمس انك تحسس على الحيوان. هل الضوء والموسيقى والتحسيس على الحيوان ده بيكون ليه تأثير على الحيوان سواء انتاج لبن او انتاج لحم؟ الحقيقة في تأثير ايجابي وايجابي جدا لطول فترة الإضاءة ونوع الموسيقى اللي ممكن نسمعها للحيوان. اللي في تجارب كتير اتعملت وكلها بتؤكد هذا الكلام. يعني لو اتكلمنا الأول على تأثير الضوء على زيادة الإنتاج في الحيوانات، من ضمن الدراسات اللي اتعملت إن جابوا 30 عجل وقسموهم 3 مجاميع. المجموعة الأولى قعدت في فترة الضوء العادية اللي هي فترة النهار وخلاص الدنيا ليلت، خلاص مفيش إضاءة تانية. المجموعة التانية قعدوها بعد المغرب، ما يجي المغرب يزودوا لها إضاءة إضافية صناعية عشان توصل فترة الإضاءة الكلية ل 16 ساعة. دي المجموعة التانية. المجموعة التالتة زودوا لها فترة الإضاءة عشان تبقى 24 ساعة. يبقى هم هنا في 3 مجاميع، مجموعة ضوء عادي، مجموعة الضوء 16 ساعة، مجموعة التالتة 24 ساعة. طب شدة الإضاءة كانت قد إيه؟ كانت 124 لاكس. إيه اللاكس ده؟ هنقوله دلوقتي، لكن خلينا دلوقتي في إن إحنا فترات إضاءة مختلفة وتأثيرها على عجول التسمين. نتيجة التجربة دي إيه؟ الثلاث مجاميع اهو، ان نورمال فوتو بيريود اللي فتره الاضاءه الطبيعيه، والمجموعه دي اللي اتعرضت ل 16 ساعه ضوء و8 ساعات اظلام، المجموعه الثالثه 24 ساعه ضوء. لو بصينا للافرج، الافرج ديلي جين او معدل النمو، هنلاقي ان العجول في المجموعه الثالثه اللي اتعرضت ل 24 ساعه ضوء، ان معدل النمو بتاعها اعلى من المجاميع الثانيه بحوالي 200 جرام، 1.8 مقابل 1.6. 200 جرام يعني تقريبا ربع كيلو. طبعا ده كمية كويسة جدا لما يبقى العجل الواحد يزيد 200 جرام بمجرد ان احنا نزود الإضاءة، ده شيء ممتاز جدا. واللي اتحسن تاني الفيد كونفرشن ريشيو، اللي هي كم كيلو علف اتحوله لكيلو نمو، او الكيلو النمو استهلك قد ايه علف. هنلاقي ان المجموعة الثالثة كانت الأفضل اللي هي اتعرضت ل 24 ساعة ضوء، كل كيلو نمو استهلك 5.1 كيلو جرام من علف، 5.1، في حين المجاميع التانية استهلكت 5.7 و 5.9، يعني استهلكت كمية علف أعلى عشان تكون كيلو لحم. فيبقى الإضاءة لمدة 24 ساعة في عجول التسمين بتؤدي إلى زيادة معدل النمو. طب التفسير ده إيه؟ ليه في الضوء الحيوانات بيزيد وزنها؟ بنلاقي إن خلال فترة الضوء بيقل إفراز الميلاتونين. الميلاتونين ده بيزداد إفرازه في الظلام مش في الضوء، في الضوء بيقل إفراز الميلاتونين. طب الميلاتونين ده مشكلته إيه يعني؟ مشكلته ان هو بيقلل عمليات التمثيل الغذائي، وبالتالي استفادة الحيوان من الاكل بتقل، لان عمليات التمثيل الغذائي بتقل، وبالتالي النمو بتاعه بيقل، وبالتالي يبقى احنا عايزين مش نتخلص من الميلاتونين، يعني يفرز بكمية قليلة عشان ما يأثرش بالسلب على معدل النمو. برضه حاجة تانية، إن الهرمون البرولاكتين بيفرز في البيئة اللي حرارتها مرتفعة، والإضاءة بتسبب زيادة بسيطة في درجة حرارة البيئة فبيزيد إفراز البرولاكتين. برضه في فترة الإضاءة الطويلة بيفرز عامل النمو اللي هو الشبيه بالأنسولين، ده زيادة تركيزه في الدم بيؤدي إلى زيادة إنتاج اللبن. طيب ده الجروث هرمون أو هرمون النمو، ماله مال اللبن؟ ماله مال زيادة إنتاج اللبن؟ لا، إن هو بالفعل بيزود إنتاج اللبن، ولكن الطريقة الآلية فسيولوجية عمل هذا لم تتضح بعد، محدش يعرفها لغاية دلوقتي، لكن هو بيؤدي إلى زيادة
كمية اللبن. طيب عندنا دلوقتي العجول اللي بتبقى مولودة من أبقار بتتعرض لفترة إضاءة طويلة 16 ساعة مثلا، لقوها ان طول إضاءة 16 ساعة وشدة الإضاءة من 50 ل 100 لاكس. برضه هنقول إيه هو اللاكس ده؟ يبقى العجول المولودة من أبقار اتعرضت لفترة إضاءة طويلة 16 ساعة تقريبا وشدة الإضاءة من 50 ل 100 لاكس، بيبقى وزنها أعلى من العجول الناتجة من أبقار، أو من عجول من أبقار اتعرضت لإضاءة أقل، وزنها بيبقى أعلى بحوالي 2 كيلو. مش كده وبس، ده هي بتبقى مقاومة للأمراض بنسبة كبيرة مقارنة بالعجول اللي اتولدت من أبقار اتعرضت لفترة إضاءة عادية. يفضل طبعا ان الابقار ما تتعرضش ل 24 ساعه، لكن نزود لها فتره الاضاءه بالليل، يعني المغرب لما يظلم مثلا يبقى نزود الاضاءه 3 4 ساعات علشان نحصل على التاثير الايجابي بتاع الضوء. طيب الانتاج اللبن بيزيد قد ايه للابقار اللي بتتعرض ل 16 ساعه ضوء؟ بيزيد بمقدار 13%. 13% ده رقم كبير جدا. وبيزيد الدهن بنسبة 0.3، 3 من 10%. الزيادة في إنتاج اللبن ده برضو بيقابلها زيادة استهلاك الأكل، علشان كده الأبقار اللي بتتعرض لفترة إضاءة أطول طويلة لازم نزود لها كيلو علف عن المقررات العادية بتاعتها علشان إنتاجها يزيد. طيب الكثافة بالنسبة لشدة الضوء، شدة الضوء المفروض تكون من 150 ل 200 لكس، وهنشوفها دلوقتي ايه هي اللكس دي برضو. والمساحة ان الضوء ده يغطي العناب العنبر كله مش الطوالة فقط. طيب اللكس بقى ايه هو؟ هنقول اللكس بيبقى شدة الإضاءة اللي موجودة على الجدار اللي مساحته متر في متر، ويبعد عنه شمعة بمقدار متر. يبقى شمعة موجودة على بعد متر من الجدار، والجدار ده مساحته 1 متر في 1 متر. كمية الضوء ديت اللي جاية من الشمعة على بعد متر وساقطة على حيطة مقدارها أو جدار مساحته متر في متر، كمية الضوء دي أو شدة الضوء دي اسمها 1 لكس. طيب احنا دلوقتي مش متعودين على اللكس، ايه اللكس ده؟ احنا متعودين مثلا على الوات، لمبة 60 وات 100 وات. ازاي نحول اللكس الى وات؟ الانترنت موجود في كالكليتر، لو دخلت هتشوفها في كالكليتر بتحول اللكس الى وات. الكالكليتر دي بتدخل لها مجموعة من البيانات تقول لك ان العنبر ده محتاج كمية ضوء وات مقدارها قد كده. انت في الاول بتقول للبرنامج ان مساحة الجدران عندي في العنبر، طبعا العنبر ليه 4 جدران، مساحة ال4 جدران مثلا وليكن 200 متر. ده مثال انا عملته على الكالكليتور ديت اللي موجودة في الانترنت. مساحة الجدران فرضا 200 متر. المصباح اللي انت بتستخدمه فلورسنت، عشان فيه فلورسنت في تنجستن، فانت بتكتب نوع المصباح الصناعي اللي انت بتستخدمه وبتكتب شدته ايه. يعني بتقول انا بستخدم مثلا مصباح قوته 60 واط وهو فلورسنت، والمساحة بتاعته الجدران 200 متر، انا بقى محتاج واط قد ايه، محتاج اضاءة قد ايه. المساحة ديت اللي هي 200 متر ومصباح فلورسنت مقدرته 60 او شدته 60 واط، يقول لك انت هذه المساحة محتاج 500 واط عشان تساوي 150 لاكس. لان في البداية بيطلب منك البرنامج انت عايز لاكس قد ايه، عايز ضوء قد ايه. افضل قيمة لللاكس للضوء يعني من 150 ل 200. هذا المثال انا فرضت ان احنا عايزين 150 لاكس، فلما قلت للبرنامج
انا عايز 150 لكس وجدار، والمساحة الجدران 200 متر، وشدة المصباح 60 واط وهو فلورسنت. فراح قايل لي على طول انت كده محتاج شدة اضاءة مقدارها 500 واط، لان اللمبة اللي احنا بنتعامل معاها في السوق شدتها بالواط مش باللكس. يبقى انا كده محتاج 500 واط. قسم بقى ال 500 واط دول على المصابيح اللي عندك. اذا احط مثلا خمس مصابيح كل مصباح 100 واط، المهم تقسم ال 500 واط دول على عدد المصابيح اللي عندك في المزرعه. ما علينا، مش عايزين نشغل بالنا كتير باللكس، يكفي بس ان انت اما المغرب بيبتدي كده يجي فتزود الاضاءه 3 4 ساعات 5 ساعات عشان معدلات الاستفادة من الأكل تزيد ومعدل النمو يزيد. ده جدول برضو يعني مش مشكلة أوي، بيقول لك إن أشعة الشمس المباشرة بتساوي 32 ألف لمئة ألف لكس. ضوء النهار العادي اللي مش في الشمس بيساوي 10,000 ل 25,000 لكس. ضوء القمر اللي هو بالليل بيساوي 1 لكس. برضو مش هنشغل بالنا كتير باللكس، بقول يكفي إن ان احنا نزود فترة الاضاءة بالضوء اللي عندنا 3 4 5 ساعات علشان معدل النمو يزيد. طيب ده تأثير الضوء. الموسيقى، ايه تأثير الموسيقى على انتاج اللبن؟ لما البقر بيسمع موسيقى ادرار اللبن بيزيد. وادي صورة اهي، مجموعة من الفتيات في جامعة ويسكونسن سنة 1930 قاعدين هم بيعزفوا موسيقى، وواضح ان هم بيعزفوها بجدية مش بتهريج ولا حاجة. وآدي الأبقار واقف بيسمع ومنتبه. آدي فريق تاني من الموسيقيين بيعزف قدام البقر، والبقر برضه واضح انه واقف ومهتم وبيسمع. في سنة 2002 بقى في اتنين من علماء النفس في جامعة ليستر في انجلترا لقوا ان الموسيقى الهادية slow music بتؤدي الى زيادة انتاج اللبن في البقر بنسبة 3%. مجرد ان البقر يسمع موسيقى هادية، موسيقى بطيئة، ادرار اللبن بيزيد 3%. ده بعكس الموسيقى السريعة ما بتأثرش على انتاج اللبن. يبقى الموسيقى الهادية بتؤدي إلى زيادة إنتاج اللبن. لقوا برضو إن الموسيقى لما يكون مكبر الصوت اللي بيصدر الصوت بتاع الموسيقى لو هو موجود على بعد 30 ياردة بيؤدي إلى زيادة إنتاج اللبن بمقدار من 22 ل 45%. طب الموسيقى بتشتغل قد إيه؟ بتشتغل 5 دقايق أثناء وجود الأبقار في صالة الانتظار، يعني هتبتدي تخش المحلب بيشغلوا لها الموسيقى 5 دقايق، ولما تخش المحلب ويبتدي الحلب يشغلوا لها 5 دقايق تانيين، يعني التوتال 10 دقائق. ده بيؤدي الى زيادة انتاج اللبن بمقدار من 22 ل 45%. طيب ليه بقى الموسيقى بتؤدي الى زيادة انتاج اللبن؟ احنا قلنا الضوء بيؤدي الى زيادة معدل النمو، قلنا علشان الميلاتونين. طب هنا مفيش ميلاتونين، ايه السبب في ان اللبن يزيد لما البقر بيسمع موسيقى؟ البقر لما بيسمع موسيقى هادية بيحصل له عملية استرخاء، بيبقى في حالة استرخاء تام، فبيفرز هرمون الاكسيتوسين. الهرمون الاكسيتوسين ده الهرمون المسؤول عن اخراج اللبن من الضرع. في حالة الريلاكسيشن او حالة الاسترخاء بتاعت البقرة، الاوعية اللبنية او الاوعية الدموية بتتسع. هذا الاتساع بيسمح بمرور الأكسيتوسين بسهولة عشان يوصل للضرع ويخرج اللبن من الضرع. علشان كده احنا المفروض نكون حريصين ان البقر لا يزعج، ما نزعجش البقر خالص، لان لما بيتم ازعاج البقرة الأوعية اللبنية او الأوعية الدموية بتضيق، فبتقلل مرور الأكسيتوسين للضرع، فبالتالي الضرع ما بيخرجش اللبن ما بيخرجش من الضرع بشكل كامل. طيب ده تأثير الموسيقى، وقبلها قلنا تأثير الضوء.
طيب لمس البقرة، ان احنا نلمس البقرة، ان احنا نحسس على البقرة، ان احنا نطبطب على البقرة بالراحة، ليها تأثير على انتاج اللبن؟ اه ليها طبعا تأثير ايجابي على انتاج اللبن. ولو ان لما تيجي تحسس على البقرة بهدوء بلطف او تحسس على رقبتها او على ظهرها، لقوها بتمد رقبتها لقدام لفترة طويلة، ولما البقرة بتمد رقبتها لفترة طويلة هذا السلوك بيكون مرتبط باستمتاع البقرة، ده معناه ان البقرة مستمتعة ومبسوطة من هذا اللمس او من تحسيسك على ظهر البقرة او رقبة البقرة. دايما نعامل البقرة بهدوء وبرفق، لان التعامل القاسي مع الابقار بيؤدي الى احتجاز 70% من اللبن داخل الضرع، 70% بيتم احتجازهم في الضرع ما بيخرجش بسبب التعامل القاسي. تفسيرها ايه؟ زي ما قلنا ان الاوعيه الدمويه بتنقبض، بتمنع وصول هرمون الاكسيتوسين للضرع، فبيفضل اللبن جوه الدار. فالتعامل الجيد مع الحيوان بيكون مطلوب ومهم جدا لزيادة الانتاج. يعني هنلاقي هنا ادي هو بيحسسه على البقرة بدون تجارب ولا حاجة، دي مرور عادي، بيمروا على البقر عادي جدا، تلاقيه بيلاطف الحيوان، بيطبطب عليه، بتلاقي صور كتير بتدل على التعامل الجيد مع الأبقار. ادي وهو ده رايح ياخد بيانات للبقرة، بيطبطب عليها، بيحسس عليها. ادي برضو بيتطبع على الحيوان. فمهم جدا يا جماعة ان احنا نعامل الأبقار بشكل جيد. ما بقولش ان احنا، هم على فكرة وجدوا ان لم التحسيس على البقر، على ظهر البقرة او على رقبتها لمدة 5 دقائق 3 مرات في اليوم بيزود انتاج اللبن. انا ما بقولكش بقى اقعد بقى حسس على البقرة في ظهرها وفي رقبتها، مش هنخلص بقى. واحد عنده 50 بقرة، 100 بقرة، 200 بقرة، مش يعني مش منطقية بقى، مش هيبقى فاضي. لكن لا، الخلاصة ايه؟ الخلاصة ان احنا نتعامل مع البقرة او الحيوان بلطف وبشكل جيد. للأسف في بعض الممارسات الخاطئة عندنا، ان احنا بنلاقي بعض العمال بتضرب الحيوانات، وده طبعا سلوك خاطئ، يجب ان ننبه العمال ان هم ما يعملوش كده. واخيرا اشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.